مرحبا، يعطيكم العافية. معكم دكتور طلال النحلاوي، أستاذ مساعد في مداوة الأسنان. المحاضرة اليوم هي عن أساسيات التشخيص للنخور السنية الجزء الثاني. طبعا بالمحاضرة السابقة حكينا على الأسباب المؤهبة لحدوث حالات النخر، حكينا على نخور الوهاد والميازين. اليوم رح نتابع ونحكي على موضوع نخور سطوح الملسع. مثل ما ذكرت سابقا انه النخور بتكون على الوهاد والميازيب، غالبا بتكون بمدخل ضيق، بعدين بتنتشر بشكل مثلثي لتوصل للملتقى المنائي العاجي، بعدين تنتشر بشكل عرضاني. لذلك على سطوح الاطباقية قد نلاحظ حفرة صغيرة، وهي الحفرة الصغيرة قد تخبئ تحتها آفة نخرية كبيرة. السطوح الملساء لا، بيكون الآفة على سطح الملساء تبدأ كبيرة وتتجه بالتضاؤل باتجاه الملتقى المنائي العاجي، لأنه بتكون على شكل مثلث قاعدته على السطح الخارجي ورأسه عند الملتقى دينتو إنيمال جانكشن. فالسموث سيرفيس ليجنز بتكون بهذا النمط. طيب، نحن كنا عم نحكي على موضوع الدياجنوزز وشو هي أفضل وسائل للتشخيص، وحكينا أنه في عنا كتير وسائل، منها التكتايل سنسيشن، منها الفيجوال إكزامينيشن، منها الراديوغرافي، منها الترانس إلومينيشن، وأيضا استخدامات الليزر واستخدامات كواشف النخر. يا ترى على سطوح الملساء شو هي أفضل طريقة لاكتشاف النخر؟ هلأ صراحة لازم نحن نميز ما بين سطوح الملساء الدهليزية واللسانية وما بين سطوح الملساء الملاصقة. سطوح الملساء الملاصقة أفضل طريقة لاكتشافها هي الصور الشعاعية. أما بالنسبة للسطوح الملساء الدهليزية واللسانية فأفضل طريقة لاكتشافها هي الفحص بالرؤية. ودائما منذكر بجزئية أنه لازم يكون عندنا السن نظيف وجاف منشان نقدر نحن نشخص بشكل جيد. هلا بما انه نحن بدنا نشخص صور شعاعيه للافات النخريه الملاصقه، كثير مهم انه نستخدم التصوير من خلال حوامل تصوير خاصه. هاي الحوامل تقدر تعطيني تصوير بطريقه التوازي، البارلينج تكنيك. الفكره مو بس بالتوازي، احنا بنعرف انه من خصائص التوازي انه بيعطينا تقريبا صوره شعاعيه بطول سن تقريبا حقيقي، لكن بيهمني ايضا كون انا زاويه التصوير تسمح برؤيه المناطق الملاصقه الميجيال والديستال الانسيه والوحشيه دون اوفرلابينج، بدون ما يكون في عندي تراكب مع السن او الاسنان المجاوره، والا ممكن يختلط عنا التشخيص. مشان هيك ممكن تكون حوامل التصوير ولما نحن نصور بشكل موازي تماما للحلقة الخاصة بحامل التصوير أحد الطرق اللي ممكن تساعدني بهذا الموضوع. هذا اللي شايفينه هو الفيلم هولدر، وغالبا بنحط عليها السنسور أو ممكن أي صورة شعاعية. في حوامل خاصة بالصور الشعاعية، في حوامل خاصة بالسنسور. مثل ما لكم شايفين هي الحلقة بتفوت مباشرة مسرى الأشعة. طبعا هذا، وفي عنا مكان ممكن المريض يعض عليه مثل ما لكم شايفين بحيث انه يصير عنا صورة توازي. طبعا هون مثل ما لكم شايفين المريض عم نطلق ندخل الحامل الأشعة ضمن الفم وبعدين نطلب منها العض، وبالتالي يعطيني طريقة التصوير بالتوازي. الفكرة الرئيسية هون انه لازم يكون الاكس راي بيم متوازية تماما مع الحلقة لتقدر تعطيني تصوير بشكل جيد دون ازاحة. هذا الدايركشن بيعطيني النواحي الانسية والوحشية دون اوفرلابينج. مثلا هي الصورة الشعاعية لنفس المريضة واحنا عملنا لها معالجة لبية. طبعا هون تغيير الزاوية، لاحظوا التراكم اللي ممكن يصير، فبالتالي انا لا استطيع اذا بدي اكتشف نخور بهالمنطقه هي، كيف بدي اقدر اعرف اذا في نخور؟ بنرجع على نفس قصه الصنف الاول. ليش نحن افترضنا انه الاشعه غير مستطبه للتصوير بالصنف الاول؟ لانه تغيير الزاويه هو بياثر على هذا الموضوع بدون امكان، او لانه في عندي تراكب لنسج بكالي ولينجولي والتالي ما بتعطيني دقه بالقراءه. هون نفس الشيء، صحيح هي طريقة التشخيص بالأشعة هي الطريقة المعتمدة، لكن يجب أن تكون بزاوية محددة تكشف فيها السطوح الأنسية والوحشية منشان نقدر نحن نعرف نعمل رؤية للميجيال والديستال سيرفيس لحتى نقدر ناخذ نتيجة جيدة. مثل ما لكم شايفين بهالطريقة هاي كيف تغيرت الزاوية، برجع بورجيكم كيف كنا بطريقة التوازي أو مع الفيلم هولدر بشكل مباشر، كيف الميجر والديستال ديستانس
عندنا clear vision وإحنا قادرين نشوف الإنامل بشكل جيد نعمل good diagnosis. أي تغيير distal shifting, distal angulation ممكن يعطيني overlapping, superimposing the two structure, adjacent two structure, وبالتالي I will not be able to diagnose the caries in this area. هون كمان الفائدة الهولدر إنه بالريكول هون بعد المعالجة اللبية وكمان فينا نقدر نعمل صورة لاحظوا كيف بنفس التزوي إذا بدنا نقارن صورة قبل العلاج وصورة بعد المراقبة بعد 6 أشهر إذا نحن الفيلم هولدرز ضروريين بهذا المجال. مثل ما لكم شايفين هذا البرنين تكنيك صراحة أفضل طريقة وأكثر طريقة اختصارا للتشعيع المرضى هي البايت وينج راديوغرافز. البايت وينج راديوغرافز أيضا في إلها حوامل خاصة والبايت وينج راديوغرافز تقدر تعطيني تصوير ومعلومات للفك العلوي والفك السفلي سوية، فأنا ما عدت بحاجة أني أنا ممكن أعمل مثلا 5 صور صورتين منطقة الضواحي، يعني إذا مريض إجا لعندي وأنا حابب أعمل له تشخيص بشكل كامل ممكن أعمل له صورة مجنحة للأرحاء يمين يسار هي صورتين، منطقة الضواحي يمين يسار هي 4 صور، ومنطقة الأسنان الأمامية ممكن بصورة واحدة أحيانا ناخد صورتين. فإذا من 5 إلى 6 صور مجنحة نحن قادرين ناخد فكرة عن المناطق الملاصقة وسطوح الملاصقة لنكتشف وجود النخور الملساء سطوح الملساء الملاصقة. وهي إجراء صراحة روتيني حتى بالولايات المتحدة الأمريكية لما بيطلب من المريض بيجي المريض بيراجع كل 6 أشهر فدائما تؤخذ له هذه الصور من أجل تأكد من موضوع البروكسيمال كاريز وبناء عليه بتنحط خطة للعلاج وإذا شاف عندنا نخر بمراحله البدئية تبدأ المراحل العلاج دون تطور بشكل كتير كبير. طبعا مثل ما لكم شايفين الأسهم تشير إلى مستويات مختلفة من النخر. طبعا النخر يصنف حسب امتداده بس في نقطة كتير مهمة لازم تعرفوها انه نحن حتى نشوف النخر بالسطح المينائي يعني ما بنقدر نشوفه الا ليكون صار في عندي انخساف املاح معدنية بنسبة 50%. شو معنى الحكي؟ معناه انه نحن اذا شفنا سطح ملاصق او سطح مينائي على الاشعة غير ظاهر فيه نخر هذا الكلام لا يعني أنه 100% لا يوجد نخر. منشان هيك نحن منجمع المعلومات كلها سريريا وشعاعيا، لكن لما بدي يجي أسأل أنا ما هي أسلوب التشخيص الأمثل الأول الخيار الأول في تشخيص نخور السطوح الملساء الملاصقة الجواب بيكون هو عبارة عن صور شعاعية. دائما لاحقا حتى نكمل التشخيص نقرنه بالتشخيص السريري. أما إذا كان سؤالي على السطوح الأطباقية فبيكون من خلال الفحص بالرؤية، أما على السطوح الملساء الدهليزية أو اللسانية فبيكون أيضا بالفحص بالرؤية. إذا ما فينا نقول أنه نحن عنا نخور إلا لحتى أو لا تظهر على السطوح إلا حتى يصير عندي 50% وأكثر من انخساف الأملاح المعدنية. نلاحظ هون على أنسي الرحى العلوية ميجل سيرفس أبر فيرست مولر، هون لا يظهر معي فعليا أنه في عندي أنا كاريز ليجن صراحة، لكن شوفوا الصورة السريرية. الصورة السريرية بتبين لي وجود منطقة رمادية هي أو منطقة، لاحظوا كيف هون لون المينا سليم بعدين فجأة هون عندي لون رمادي وهي منطقة طبشورية محاطة، فهذا غالبا بيعطيني فكرة انه قد يكون هنا عندي آفة نخرية. وهي شوفوا فيه تحت المنطقة او المارجنال ريج. كمان بهيك حالات ممكن نحن حتى نثبت التشخيص اكتر واكتر ممكن نستعمل وتد خشبي. هذا الوتد الخشبي مدخله ما بين الاسنان بيكون وتد خشبي عريض فبيؤدي لفصل الاسنان، وبعد تجفيف والرؤية بالتكبير ممكن أيضا ملاحظة وجود الآفة النخرية من منطقة ملاصقة من خلال الرؤية. فإذا كلها هي عوامل مساعدة مثل ما أننا شايفين الشرح اللي شرحته. إذا طبقنا الحاجز المطاطي هون بلش تحضير. لاحظوا كيف هلأ أنا هون هشتغل بالتحضير بشكل طبعا بدنا ننتبه وخاصة عند التحضير في المناطق الملاصقة أنه ما نعمل أزية رضية للسن المجاور. العمل تحت التكبير بيسمح لي بضبط الحركة بشكل ممتاز وأنا أتحكم تماما كيف عم أشتغل. لاحظوا كيف أنا أحضر بطريقة ببطء بدون أي مبالغة وبلشت أنا لاحظوا ما عم شيل ارتفاع الحفاف بشكل كامل، عم بحفر بمنطقة الوهدة الأنسية الميجيال فوسا.
لاحظ هون كيف بلش يطلع معي القافة النخرية بشكل واضح وانكشفت بالرغم انه غير مرئية على صورة شعاعية. لاحظوا معي، شايفين كيف عند المنطقة؟ اذا دائما القافة النخرية تنتشر بشكل كبير او بشكل واسع عند المنطقة المينائي العاجي. السبب الدنتو انامل جونكشن، المحتوى المينرال كونتنت تبعه ضعيف، فبالتالي لما توصل البكتيريا بتاخد راحتها وبتنتشر بشكل هوريزنتال، وبالتالي بعدين بتبلش تتقرب باتجاه اللب السني، ومثل ما حكيت لكم بتلحق اتجاه الدنتينال تيوبلس اللي هي ما بتسمح لانه غير بشكل مثلثي قاعدته على الدنتو انامل جونكشن ورأس على البلب باتجاه البلب. لاحظ كيف النخر هذا اللي ما كان ظاهر معي سريريا، ما كان ظاهر معي شعاعيا مع انه ملاصق. طيب اذا انا بدي شخص النخور السنيه بدي انا انتبه لتشخيصها، بيكون حسب درجه امتدادها. فمنقول عن النخر الملاصق على السطح الملاصق بسطوح الملساء انه incipient او بدئي بالمرحله الاولى، وممكن نقول عنه انه moderate بالمرحله الثانيه، ممكن يكون عنه advanced بالمرحلة الثالثة، أو ممكن يكون عنه سيفير بالمرحلة الرابعة. تعال نشوف واحدة واحدة شو معناها. طبعا مثل ما قلنا التصوير الشعاعي بيساعدنا بهذا الموضوع. في أيضا وسيلة أخرى هي الفحص بالإضاءة. الفحص بالإضاءة أو الترانس إلومينيشن من الوسائل أيضا المشخصة للنخور الملاصقة، لأنه بنستعمل فيها أجهزة، وهي الأجهزة بتعطينا ضوء. هذا الضوء برؤوس صغيرة بنوجهها بالمناطق الملاصقة ما بين الأسنان، فمنطقة النخر السني رح تظهر بشكل عاتم. هالمنطقة العاتمة هي بتكون دليل على وجود الآفة النخرية، مثل ما لنا شايفين هون كيف على الميجيال سيرفيس أوف أبر lateral، كيف عندي انا منطقة وجهت هلأ مثلا من buccal surface، ممكن وجهها من lingual surface من القرنة اللي بدكم اياها. كمان الترانس illumination او الفحص اضاءة بيساعدني بتشخيص الكراكس. شوفوا الكراك الموجود هون، كيف الكراك هون والكراك هون، هذا كله دليل على وجود هذا الشيء. ومثل ما قلنا لكم في اجهزة تستعمل الاضاءة فمنوجهها على السن وبتعطينا التشخيص الدقيق لهذا الموضوع. طبعا هلا ممكن انت تقلي انه انا ما عندي هذا الجهاز، ممكن استعين بجهاز تصليب الضوئي؟ الجواب هو ايه، فينا نستعين بجهاز تصليب الضوئي، بس لكن ننتبه انه نستعمل النظارات الواقيه مشان ما نعمل اي اذيه رضيه او اذيه بالشبكيه ممكن تعمل لي تاثير على الخلايا او المخاريط. لاحظوا هون كيف عم بسحب بجهاز التصليب الضوئي، كيف لاحظت في كيف عندي كراك، ليكو الكراك الموجود هذا على السطوح المينائيه اللي غالبا بتكون سببها نتيجه تناول الاطعمه البارده والحاره سويه. المينا مو مثل ازازه يا جماعه، فلذلك بننتبه لهالموضوع انه نحن ما نبالغ بشرب المي البارده والمي الساخنه بشكل متعاقب، والا سنؤدي الى اذيه بهذه الاسنان. فاذا ممكن اجهزه التصليب الضوئي تستخدم. نرجع لموضوع تشخيص النخور الملاصقه، وقلنا عنا الانسيبنت او النخور البدئيه. النخور البدئيه هي تعني انه انا شوفوا فيها شعاعية تظهر حتى ماكسيموم نصف ثخانه الميناء. غالبا الافات النخريه بهذا الشكل هي افات نخريه غير متحفره، uncavitated lesion. So uncavitated lesion هذا معناها انه can be treated without surgical intervention. شو يعني؟ يعني we can improve the oral hygiene، بنعلم البيشنت how to use the dental floss, the correct way to use the dental floss، كيف ندخله ما بين الأسنان وندخله بمنطقة أحد الميازيب، unbuccally and lingually motions، then نطلع من منطقة الملاصقة لحتى نشيل الأطعمة. وإذا نحن عم نشيل الخيط السني لاحظنا أنه، وطبعا بالاستناد على السطح الملاصق للسن، أنه صار في تقطع، فهذا دليل على وجود حفرة، ساعتها ممكن نعدل التشخيص ونتجه باتجاه المعالجة أو عدل خطة المعالجة ونتجه باتجاه المعالجة الجراحية من خلال إجراء حفرة. وبرجع بقولكم دائما ممكن تأكيد التشخيص من خلال ملاحظة لون الارتفاع الحفافي المارجنال ريدج، أو إجراء فصل ما بين الأسنان بأوتاد خشبية ودايركت فيجن على المنطقة الملاصقة. فإذا الانسيبنت ليجن مثل ما قلت لكم آفة نخرية، هاي الآفة النخرية مثل ما نطلع على
على السهم الأسود. السهم الأسود بيدل على وجود آفة نخرية incident اللي هي ما بدها معالجة، لكن فيما يتعلق بالآفة النخرية على الضاحك هي أكثر من نصف سخانة المينا، لكن ما نواصل عاج، وبالتالي هي من الناحية المودريت. أما الأدفانسد هنحكي عليهم هلا كمان بعد شوي، هي بتكون واصلة للمنطلة العارجي الخارجي. المودريت مثل ما حكينا قبل شوي هي صار عندي انخساف أملاح المعدنية أكثر من نصف سخانة المينا، وغالبا تصل للعاج، وغالبا هيك آفات نخرية بتكون متحفرة. Cavitated lesion. So in this case, most probably I need a surgical intervention to do a restorative treatment. فإذا مثل ما شايفين the black arrow indicates a moderate lesion involving the full thickness of the enamel surface. لاحظوا كمان معي كيف أكثر من نصف سخانة المينا، فبالتالي هي تشخص على أنها آفة نخرية ملاصقة من المستوى المتوسط. آفات نخرية moderate lesions تصل إلى بداية العاج. أما بالنسبة للأدفانس ليجن، فالأدفانس ليجن هي طبعا بتكون واصلة تقريبا إلى منتصف السخانة العاجية dentin thickness، يعني هي عبرت المينا ودخلت من منطقة العاج بس لكن ما جاوزت نصف سخانة أو المسافة ما بين الدنتو إنيمال جنكشن والدنتال بلب، وبالتالي هي تشخص على أنها advanced lesion وآفة متقدمة. طبعا هون كله بده معالجة جراحية. لاحظوا كيف عندي أنا هون advanced lesion تقريبا نصف المسافة ما بين الدنتال بلب والدنتو إنيمال جنكشن، كمان هون أقل من نصف المسافة هي advanced ليجن. لاحظوا الادفانس ليجن كيف واضحة بانتشارها ضمن العاج. دائما بس توصل الآفة النخرية للدنتو إنيمال جنكشن ما قلت لكم، فهي بتاخذ اتجاه عرضاني وبتتوسع وبتروح باتجاه اللب بشكل مثلثي قاعدته على المنطقة المينائي العاجي، ورأسه باتجاه الدنتال بلب كمثلث بتبع حركة الأقنية العاجية أو اتجاهات الأقنية العاجية. أيضا مثال على الادفانس ليجن، مثال على الادفانس ليجن. التصنيف الأخير هو الانتربروكسيمال كاريز، هو السيفير. طبعا برجع بقول هذا التصنيف هو مبني على مدى امتداد الآفة النخرية كما تظهر بصور أشعاعية المجنحة أو صور الملاصقة البي اي البيري أبيكال راديوغرافز. السيفير ليجن هي أكثر من نصف سخانة العاج ومقتربة باتجاه اللب، مثل ما أننا شايفين بهالحالة كيف أكثر من نصف المسافة ما بين دنتال بلب والدنتال إنيمال جنكشن، نصف المسافة تقريبا هون، لكن النخر ممتد هون. وبرجع بقلكم لا تظهر النسج شعاعيا السنية أنها نخرة أو شافة شعاعيا إلا ليزول 50% من تمعدنها. وبالتالي ممكن تقول لي إيه أوكي هذا النخر ما نواصل للعصاب، خليني بلش عالجه وجرف وإن شاء الله ما بيوصل العصب. تتفاجأ أنت عم تعالج إنه أنت عم تجرف وبتقسي إيدك شوي، فأنت بتلاقي صار معك انكشاف لبي، تقول يا الله طب كيف هيك صار معي وأنا كنت شايف صورة أو النخر ما نواصل، يمكن أنا خربطت. لا، غالبا هو السبب مثل ما قلت لكم هاي المنطقة بتكون أكثر تراوة أو أكثر تراوة من النسج العاجية السليمة، قد تكون أكثر قساوة من النسج الواضحة بالانخساف أملاح المعدنية، قد تكون affected dentin، ممكن نقسي إيدنا نحن ونزيلها. لذلك يجب الانتباه بشكل كتير كبير، وخاصة في حال عدم وجود أعراض سريرية، وهي عدم وجود أعراض سريرية هي بتساعدني أيضا على محاولة الحفاظ على اللب حيان، وهذا topic تاني ممكن تأخذه من طاولة بيه. أيضا صورة شعاعية بتورجحنا كيف السيفير كاريز بروكسيمال كاريز، وهيك حالات غالبا وخاصة على الضحك تستطب فيها الروت كانال تريتمنت. هون سلامة تسلمكم خالص هذا السن كلياته مع البلب شامبر وهذا السن فور اكستراكشن. من التقنيات أيضا الحديثة لاكتشاف النخور، إذا حكينا على الفحص الرؤية، حكينا على التكتايل سنسيشن، حكينا على ترانس إلومينيشن، على الأشعة، حكينا تقريبا على كل على استخدام الداي، ضل نحكي على استخدامات الليزر باكتشافات النخور. الدياجنودنت هو يعتمد على الفلوروسنس، ليزر فلوروسنس هو الدياجنودنت اللي هو ممكن يحدد لي وجود البكتيريا في أعماق في منطقة عميقة أكثر من المنطقة السطحية للسن، فبيكشف لي وجود البكتيريا ممكن حتى حدود 2 مليمتر عمقا مجرد ما أعطاني رقم 33 فما فوق، فأنا بعرف أنه هنا أنا أمام آفة نخرية. فممكن أحيانا في بعض المناطق اللي أنا شكيت فيها لا الفحص الرؤية فادني ولا الفحص الشعاعي فادني ولا الداي بنتريشن فادني، ممكن استخدم الليزر دايجنودنت من أجل اكتشاف الآفات النخرية. إذن كملخص
بنرجع بنقول لون النخل السني بيحدد كونه حاد وكونه مزمن، وبيحدد قديش مدة بقائه ضمن الحفرة الفموية. فالآفات النخرية بنية الشكل مثل ما لكم شايفين هي بتكون مؤشر على النخور الحادة، وغالبا بترجع بقول بتترافق مع أعراض سريرية وتكون إزالتها سهلة وأكثر طراوة. الآفات النخور المزمنة هي غالبا بتكون ذات لون أكثر إغمقاقا، أكثر قساوة مقارنة مع النخر الحاد، أكيد هي أكثر طراوة مقارنة مع النسوج السنية السليمة أو مع النخر المتوقف، ولونها بيكون أكثر إغمقاقا، والسبب ذلك أنه هي بتكون بقيانة ضمن الحفرة الفموية فترة أطول، والأعراض غالبا بتكون فيها غائبة غالبا. أما النخر المتوقف فهو بيكون عبارة عن نخر أسود تقريبا تماما، أكثر اسودادا، قاسي الملمس بشكل كامل، مشابه للنسوج السنية، لماع مقارنة مع النخور المزمنة وأكثر إغمقاقا، وأكيد ما في عنا أعراض سريرية. فلذا هون بنلاحظ هاي المريضة راجعت وهي النخر الموجود هو نخر حاد. برجع بقول النخر على الصورة البيري أبيكال للمناطق الوهاد والميازيب لا يشخص وجود أو عدم وجود النخر، إنما يشخص مدى امتداده. فهون شايفين أنه هو قريب من اللب السني. تعال نشوف سريريا كيف نتعامل معه. لاحظوا كيف عندي ألوان مختلفة سريريا. هون المريضة كان حاطة ترميم وصار تحته ليكج، بعدين وقع الترميم. المنطقة هي السوداء هي غالبا بداية الآفة النخرية، وهي هدول آفات نخرية حديثة. كل شيء لونه أفتح هو حاد أكثر، يعني هالمنطقة فوعة الجرثومة فيها أقوى من هالمنطقة، وهالفوعة الجرثومية هون أقوى من هالمنطقة. كل ما كان أسود أكثر، كل ما كان يعني إزمانا، كل ما كان يعني أكثر بطئا وتقدما. لذلك حتى ضمن آفة نخرية واحدة ممكن نلاحظ عدة ألوان، بس هذا حتى نقدر نفهم أنه ممكن يصير عندنا انكشافات ببعض المناطق أكثر من مناطق أخرى. هون قمنا بعملية التجريف مثل ما أنكم شايفين باستخدام الأدوات الدوارة وإزالتها لحتى يبلش يطلع معنا برادة بيضة. مجرد ما بلش يطلع معنا برادة بيضة نحن هون منظن أنه قد انتهينا من الآفة النخرية. إذا منطلع هيك منقول قد نكون انتهينا من الآفة النخرية، لكن برجع بقولكم أحد استخدامات كواشف النخر هي أنه نستخدم كاشف النخر الأحمر فوكسين في هاي المرحلة قبل الترميم لحتى نتأكد أنه ما في عنا آفة نخرية بديهية. وبس لاحظوا كيف بعد تطبيق كاشف النخر أنه مع أنه تظهر المناطق غير نخرة إلا أنه طلع عندنا نخر، طلع عندي مناطق موسومة. طيب هلأ طبعا أنا لاحظوا اللون، مناطق بيضاء، مناطق بيضاء ومناطق بنية. خلينا نشوف نحن شو نوسم. طبعا هون صار عندي وسم جرفنا، وخاصة ننتبه لموضوع الملتقى المينائي العاجي والنخر اللي ممكن يتواجد تحت الملتقى المينائي العاجي وما انتبه لإزالته. لاحظوا قديشه كبير، ما ننتبه، وهذا النخر لا يمكن إبقاء عليه أبدا، يجب إزالته لأنه مسبب تسرب حفافي وفشل بالترميم. رجعنا نظفنا وزلنا كل المنطقة التي تم وسمها، نتأكد مرة تانية بتطبيق كاشف النخر مرة أخرى. لاحظوا معي هون بس المفارقة، هي المنطقة اللونة بني هنشوف حتتلون ولا لا. طبقنا كاشف النخر، لاحظوا أنه هي المنطقة ما تلونت، تلونت بعض المناطق الخفيفة هون وهون وهون، لكن هالمنطقة ما تلونت. هذا هو الأفكت الدنتين أو العاج المتأثر أو العاج اللي حنحكي عليه إن شاء الله بمراحل لاحقة لما نحكي على اعتبارات البيئة في بداية الأسنان الترميمية. فإذا مو شرط اللون أيضا يكون هو آفة نخرية، لذلك ننتبه لاستخدام الكواشف النخرية. تم إزالة النخر، وضع طبقة قاعدية من حشو قاعدية من مادة الجلاس أينومير. طبعا هذا الجلاس أينومير هو الحشوة القاعدية هي بترجع لي مبدأ المقاومة الثانوي. مثل ما بنعرف نحن عنا مبدأ المقاومة الأولي بيكون من خلال تحضير الحفر. إذا بنرجع نحن نسترجع عنا مبادئ تحضير الحفر أو مراحل تحضير الحفرة، فنحن عنا مراحل أولية ومراحل نهائية. أول مرحلة من مراحل الأولية عندي مبدأ التثبيت الأولي، تأمين التثبيت من خلال تقارب الجدران. مبدأ المقاومة الأولي بيكون من خلال تدوير الزوايا، وبيكون خلال استواء الجدار اللبي لمقاومة القوى الأطباقية. أما المراحل النهائية للتحضير بتكون أولها هي إزالة الآفة النخرية، بعدين حماية اللب. بعد حماية اللب بيكون عندي أنا مراحل
تثبيت السنوي يعني لازم اي ميازيب او وهاد تثبيتي او دبابيس، او بيكون عندي مراحل المقاومه الثانويه. مراحل المقاومه الثانويه هي بتكون من خلال اعاده السطح اللبي المستوي من خلال تطبيق البيز ريستوريشنز او الحشوات القاعديه منشان رجع المقاومه، او من خلال البيريفيرال سيت. اذا بتتذكروا بيريفيرال سيت هو مقعد محيطي اللي انا ممكن احضره تحت حوالين اي افه او اي منطقه المجرد في من جدار اللبي غير مستوي. فلذلك هون رجعنا السكندري ريتنشن او السكندري ريزيستنس فورم مشان نعمل تثبيت، وهي عمليه الترميم بالكومبوزيت. ايضا حاله ثانيه بنشوف نحن كيف نرجع بنقول انه امتداد الافه النخريه ممكن يحدد بصوره شعاعيه، لكن وجودها او عدم وجودها بالفحص العياني بالنسبه للاوكلوزال سيرفيس ليجن. فبنشوف هون بنلاحظ كيف عندي انا نخر عميق للأسف، وعندي لب فتي وزورة مفتوحة، وهي زورة مفتوحة لذلك هون الحماية أو الحفاظ على اللب كتير ضروري. برجع بقلكم المناطق اللي قد تظهر أنه لسه في طبقة رقيقة من العاج قد تكون قابلة للتجريف، لذلك بنتبه جدا بالتعامل معها مع أني أنا زيلها خوفا مع أني يصير عندي اكشاف لبي وفوت بمشكلة لاحقة. طبعا هي الحالة حولت كما على هذا الشكل، وهون خلينا نشوف تابع مع بعض مراحل التحضير. طبعا أول شيء أزلنا الآفة النخريه. لما بنبدا وخاصه في حالات النخور العميقه اللي احنا عم نحاول نحافظ على اللب فيها، بنحاول نزيل النخر بمنطقه محيطيه، يعني نبدا بازاله النخر على المنطقه المحيطيه تحت المنطقه المينائي العاجي لحد ما يبلش يطلع معنا لون الابيض. طبعا يمكن لللب تحمل التحضير بسرعه البطيئه بفترات غير يعني كثيره غير ممتده، ممكن استخدامه بهذا الشكل. بعد ما بينت الحفره بيضاء، لاحظوا نحن بنطبق كاشف النخر لنتأكد هل تمت الإزالة بشكل كامل ولا لا، وبنطبق لمدة 10 ثواني ونغسل. شوفوا كمية النخر المتبقي الكبيرة الهائلة اللي هي ما بينت سابقا معنا، لذلك نحن كتير مهم نعتمد على هذا الموضوع بوجود كاشف النخر معنا بالعيادة دائما أثناء العمل. دائما لاحظوا مننظف المنطقة تحت المنطقة الميناء العاجي، وهم بعدين نحن بنلتجئ لمبدأ مثل ما قلت لكم القوام الثانوي لحتى نشيل الميناء غير مدعومة بالعاج ونعدل التحضير تبعنا. بهذا الشكل بنكون نحن يعني حكينا اليوم على نخور السطوح الملساء، وحكينا كيف انه هي تشخص بشكل اساسي من خلال استخدام الصور الشعاعية فيما يتعلق بالأقسام الملاصقة، وبالرؤية المباشرة فيما يتعلق بالأقسام البكل واللينجوال. ودائما الرؤية المباشرة يجب أن يصحبها موضوع التجفيف السن وموضوع نظافة السن لحتى نقدر نعرف كيف ندخل بشكل جيد. برجع بذكر لا تظهر الآفة النخرية على الصورة الشعاعية إلا بعد خسف حوالي 50% من الأملاح المعدنية. 50% من الأملاح المعدنية هي عندما تخسف نحن ننتبه أنه تظهر على الصورة الشعاعية. لذلك عند التعامل مع تشخيص حالات يظن أن يجب أن نقارن جميع المعطيات بالدرجة الأولى الصورة الشعاعية المنطقة الملاصقة، لكن هذا لا يعني عدم إجراء فحص سريري اللي ممكن أحيانا قد يدلني على وجود آفة نخرية غير مشخصة. بلس انه انا خاصة بالديب ليجنز لما انا بشوف عندي I still have a thin layer of unradiolucent dentine، ننتبه انه هذا مو معنى انه غير قابل للإزالة، قد يكون طري، قد يكون يعاني من خساف املاح معدنية بحوالي 40%. لذلك ننتبه اثناء التجريف، وخاصة عندما يكون هناك اهمية للحفاظ على اللب حيا مثل ما شفنا بالحالة الاخيرة، وخاصة في حال عدم اكتمال الجذور. ومثل ما بنعرف دائما تبزغ الاسنان وهي بحاجة الى 3 سنوات من بزوغ حتى اغلاق الذرة، وهي مرحلة كتير خطيرة كتير مهم خاصة عند الاطفال اللي ما بيكون عندهم وعي كافي لموضوع حلقة النخر، فممكن يصير عندنا نخور باسنان دائم وخاصة بالارحال الاولى السفلية اللي بتبزغ بعمر 6 سنوات، لكن تكتمل نمو ذراها بعمر 9 سنوات. ما بدنا يصير اي مشاكل بهذا المجال. شكرا لكم، ونلتقي ان شاء الله بالمحاضرة القادمة.